طرح سؤال هو أمر جيد وطريقة مباشرة لاختبار الفهم. لطرح سؤال في الدرس تايني تاب الخاص بك، أولا قم بتصميم شريحتك. في هذا العرض سنقوم بإجراء اختبار جغرافي قصير عن الولايات المتحدة الأمريكية. دعونا ننقر على رمز البحث على شبكة الإنترنت والبحث عن خرائط الولايات المتحدة. نود الحصول على خريطة غير موضوع عليها علامة بحث حيث لا يتم استبعاد إجاباتنا. انتقل حتى تجد الخريطة التي تعجبك واضغط لإضافتها إلى شرائحك. استخدم اثنين من أصابعك، قم بتكبير أو تصغير الصورة أو انقر مرتين على الصورة لجعلها الخلفية الخاصة بك. اضغط على إضافة نشاط ثم التالي لطرح الأسئلة الخاصة بك. حدد طرح سؤال من قائمة التطبيقات التفاعلية. تسجيل سؤالك جورجيا، ثم تتبع الإجابة الصحيحة بإصبعك أو بالقلم. تايني تاب قد تصحح تتبعك في محاولة لجعله على شكل دائري أو مستطيل لطيف. إذا كان هذا يبدو أفضل ويناسب سؤالك والجواب احتفظ به، وإلا اضغط على النقطة بارزة لاستعادة الشكل الذي تتبعته أصلا. إذا كنت غير راض عن الخيار الخاص بك، انقر في أي مكان على الصفحة وتتبع مرة أخرى. عندما تكون راضيا عن سؤالك والجواب، انقر فوق علامة التحقق الخضراء. هنا عليك تسجيل ردود الفعل الإيجابية والسلبية. إذا كانت الإجابة صحيحة، ستسمع واو، إجابة صحيحة، لقد وجدت جورجيا. أما الإجابة الخاطئة، حاول مرة أخرى. يمكنك أيضا تخطي هذه التسجيلات وجعل تايني تاب يشير تلقائيا إلى الإجابات الصحيحة والخاطئة. تذكر أنه يمكنك إضافة أسئلة متعددة لكل شريحة. ما عليك سوى النقر على زر إضافة سؤال. لنسجل مرة أخرى كاليفورنيا وتتبع إجابتك. اضغط على تام وهكذا يكون درسك جاهزا. هيا بنا لنلعب. جورجيا، حاول مرة أخرى. ستسمع واو، إجابة صحيحة، لقد وجدت جورجيا. كاليفورنيا.